طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله اليوم حنحكي عن الاسسمنت للسكن والهير والنيلز. واحد بيقول لي إيه، طب ما المرة اللي فاتت كنا بنحكي عن السكن والهير والنيلز. لا، المرة اللي فاتت كنا بنحكي عن النيوتريشنال ستيتس من خلال السكن، من خلال الهير والسكن والنيل. يعني بس انا بدي اشوف ايش في علامات لها علاقه بالنيوتريشن على على السكن وعلى الهير وعلى النيلز. اليوم بدي اشوف كل علامه موجوده على السكن او على الهير او على النيلز. تمام، اول ما بدي ابدا افقد في العيان، بدينا نشوف الجنرال ابيرنس تبعه، اخذنا الفيتال ساين له، بعدين شفنا النيوتريشنال ستيتس، عملنا اسسمنت مش عارف اظن للبين كمان، بعدين هلقيت بدنا نفقد اظافره وشعره، وبعد هيك بدنا ننزل على اللي هو اظن عملنا للهيد والنك برضه، الهيد والنك والماوث. فخطوة خطوة بالنسبة للسكن الاناتومي تبعه، بدناش احنا لسه انتم عمالين بايهم بقولوا بقدم امتحان اناتومي، فيعني مش معقول نقعد نشرح اناتومي. بتعرفوا كويس، اهم حاجة بدي اركز عليها انه انا في عندي طبقة من الابيديرم الفوق جلدية بسموها، هذه كلها هي اسمها الابيديرم، اللي هي بتتكون من الطبقة الخشنة اللي انتم بتشوف بتقشف وبتعمل وبتسوي، اللي بيسموها ستراتام كونيركنيوم. تمام، الستراتام كورنيوم. تمام، وفي اللي هي الستراتام يعني الطبقة. تمام، وفي الطبقة الصغيرة اللي هي هذه اللي انتم شايفينها، هذه شايفينها الحمراء هذه. تمام، اللي هي بكون فيها المنبت تبع بويصلة الشعر اللي بسموها الستراتام جيرمن تريفيوم. هذا كله اسمه الإبيديرمز، تحت منه بكون حاجة اسمها الديرمز، طبقة الجلدية الديرم. هيها ايش فيها؟ فيها اللي هو المنبت تبع البويصلات تبعت الشعر، وفيها الغدد العرقية، هيها الغدد العرقية اللي بتطلع العرق، هاي الفور الفتحة اللي بيطلع منها العرق، واللي هو النيرف اللي بتحس هياتهم الأجزاء الإحساس. لو واحد غزك بدبوس نار برد بتحس فورا، ليش؟ لأنه النيرف انس النهايات العصبية موجودة في الديرم. قديش بين الديرم والإبيديرم؟ اصحكوا تفكروا هذا عشان الرسم زي هيك عريضة، أما هي ولا حاجة، يعني الإبيديرم يا دوب مش بالسنتيات، يعني بالمليات. تمام، يعني أقل من واحد مل حتى. هنا كمان اللي هي الخلايا الحسية، التاتش ريسبتور، شايفين كيف؟ هنا النيرف إنس بشكل عام، نيرف إندينجز النهايات العصبية، فيها ريسبتور اللي هي مستقبلات للألم، مستقبلات للإحساس، فيها كمان السبيشواس جلاند، الخلايا الدهنية اللي بتلين أو يعني بتزيت، خلينا نسميها الشعر اللي بيطلع. تمام، تحت في الطبقة الدهنية، هذا الأصفر اللي شايفينه هذا عبارة عن طبقة دهنية بنسميها subcutaneous layer، فيها طبعا ال blood supply الفينس والأرتيريال اللي بيطلع منه ارتريولز صغيرة وكابيلاريز تغذي الأجزاء هذه من الجلد، سواء كانت البويصلة تبعت الشعر أو طبقة اللي هو الديرم. طبعا طبقة الإبيديرم برضو بتتغذى بالارتشاح زي ما بتشوفوا، لو أنت انجرحت بصيرش الدم ينزل منك، جرح قطعي يعني بس، أو كحت بصيرش الدم نافورة وينزل كأنه في فيسل انقطع. ليش؟ لأنه فيش فيسلز، ها في يعني تغذية
عن طريق الكابيلاريز، مش عن طريق انه في ميجر فيسلز وبصب فيه، لا الفيسلز هياتها تحت بتكون. لما تيجي الجرح اعمق ساعتها ممكن يصير كات ووند ويصير عندك بليدنج من فين او من ارتري. تمام، هذا الجلد تشريح بشكل عام هيك للمراجعه. حكيت عن الكلام هذا، بدنا نحكي عن الشعر، حكينا عن الجلد، نحكي عن الشعر. الشعر فعليا هو بصراحة هو إبيديرمسل، هو خلايا من الفوق جلدية، هذه فعلا إبيديرمسل، لكن شوية عليها صار عليها شوية تغيرات. Each hair consists of a root، كل شعرة إلها جزر وإلها شافت وإلها فوليكل وإلها اللي هو حويصلة، والروت اند اتس كفر اللي هي الروت والاتس كفرينج شفناها تو شكلها. At the base of the follicle in the papilla a capillary loop that supplies nourishment for growth، هذا شفناها نهاياته انا في ان اللي هو هذا علشان يغذي بويصلة الشعر، وهي اللي هو البابيلا اوف ذا هير فوليكل هياتها، تمام، عشان تغذي بواصلة الشعر هياته الجيها اللي هو أرتريول يعني، أو حاجة أصغر من الأرتريول حتى. تمام، ميلينوسايت with the hair shave to provide color، في هنا الشعر بيجي عليه اللي هو الميلانين علشان يعمل له لون. كل ما كان الميلانين عندك عالي كل ما كان اللون الشعر أغمق، ولذلك الناس اللي بيصير شعرهم أبيض معناه إنه الميلانين عندهم إيش ماله قل تماماً. تمام، نيلز، إيش النيلز عاد؟ إذا عرفنا إنه الشعر هو فعلياً كأنه إبيديرم، لكن ربنا خلقه يؤدي وظيفة تختلف عن وظيفة الإبيديرم تبع الجلد. الجلد لا، هو وظيفته يغطي الشعر. النيل هي عبارة عن ريلي إبيديرم سيلز converting to hard blood، هو فعلا كأنه الإبيديرم تبعت الجلد نفسها، لكن ربنا غير من خواصها وخلاها تصير اللي هي عبارة عن سطح يعني هارد جامد وناعم مسطح بليت، وعن طريق اللي هو إضافة مادة الكيراتين. The nail assists in grasping small object، تصور لو انه احنا النهايات تبعت الاطراف تبعت اصابعنا ما فيش فيها اللي هو الاظافر، فانت حتصير بدك تيجي تقص في اضفرك هيك، قص بنهاية اصبعك على المكتب اللي انت قاعد عليه او على الارض او على اشي، ايش حتلاقي لو فيش النيل بيد هذا، لو فيش النيل تبعك اللي انت عندك ربنا خلق لنا اياه، بتصير يعني كأنك بتغز تشوف اصبع المرتديل مثلا، اصبع المرتديل بطعج هيك وبتقدرش تمسك، بدك تمسك فيه حاجتين بمسكش، لانه ولا واحد فيهم من الاوتر لاير تبعته هارد، فيش هاردنس، فبالتالي بيكون الوضع صعب. فربنا سبحانه وتعالى خلينا الاوتر لاير تبعت اصابعنا اللي هي فيها نيلز، النيلز وظيفتهم انه تخليك انت عندك القدره على انك تعمل جراسبنج، لدرجه انه انت او مش يعني مش انت انت او او, أو مرتك او امك بتنقي العدس وبتطلعه، شوف العدس بيطلعوا منه الحاجات الاصغر منه الويست. تمام، فهذا لو احنا فيش عندنا هذه الاظافر كان بيصير مستحيل نقدر نطلع الحاجات الصغيره هذه والبارتكلز الصغيره. فهذه هي الاهميه تبعت النيلز. الاستراكشر تبع النيلز كيف تركيبته، سبحان الله، طبعا احنا بنعرف انه الفينجر بشكل عام بيتكون من جزء عظمي البون تبعه، وفي فوقه اللي هو المنطقة هذه اللي فيها النيل بيد، البيد يعني او السرير يعني تبع النيل، المكان اللي بده ينام فيه للنيل. وبعدين هنا الروتس تبع او الروت تبع النيل، المنبت تبع النيل بده يبدأ يطلع منه من هان وبكمل للآخر. اوكي، النيل زي ما احنا شايفينه في بتلاقي
الفري ايدج تبعته اللي هي فيش تحتها سكن يعني هذا المقصود في الفري ايدج ها آه؟ وبتلاقي انه في هنا منطقه الالتصاق بين البشره وبين النيل بسموها الكيوتيكل وفي هنا المنطقه البيضة اللي بتشوفوها في اخر كل اصبع حدا فيكم عند التقائه بالبشره بسموها اللونيلا تمام هذا هو الاضفر ايه الاضفر هذا لما بيجي بدنا نسال عن او بدنا نعمل نجمع معلومات عن المريض بدنا نتفقد كل الحاجات الاب نورمال اللي فيه يعني هيك هذا السطح لازم يكون املس هذه نتفه البياض لازم تكون موجوده الالتصاق بالجلد في البشره من هنا لازم يكون موجود لو اي واحده من الحاجات هذول لقينا فيها خلل الان حنشوف في السلايدات بكون هذه معناها مشكله وهذه بتكون عندنا دليل على مشكله اخرى بالنسبه للجلد عاده ممكن يصير عند الناس مثلا مشكله في الجلد انا لما بدي اجي انا اعمل اسسمنت للمشكله تبعت الجلد برجع بدي اساله الاسئله اللي انا باخذ فيها هستوري اللي تعلمناها زي الاولد كاردز يعني اساله على الانست وقتش بدت المشكله مثلا حكه وقتش بدت لوكيشن وين بالضبط بتحك ديوريشن قديش بتقعد تحك وقتش بتيجي بالليل ولا بالنهار كاركترستيك كيف طيب بهداش غير لما بنزل الدم لا بحك بقفى ايدي بدك تفهم اجريفيتنج ايه بحط ميه بارده بتروح ميه سخنه بتزيد الحاجات اللي بتزودها ريليتد سيمتوم بحس حالي لما باكل زيت بتزيد يعني ايش الحاجات اللي بتيجي معهم والله كمان بكح عفوا يعني مش معقول يجي كحة مع الهذا بس أوقات بتلاقي الناس عينيا بصيروا حمر لما تجيني الحكة عينيا بتصيروا حمر أو في أوقات بيكون بصير بيجيني كحة بتكون أليرجي التريتمنت أوقات والله باخد حبة كذا بتحسن السيفيريتي هذا الكلام شرحناه قبل هيك بالتفصيل لما أخذنا الأولد كارتس اليوم بنطبقه بس على الناس اللي عندها سكين بروبلم بعدين بسأله طب يعني إيش هي المشاكل اللي ممكن تصير بنحكي لكم البروريتس الحكة الراش إنه يصير طفح جلد البين إنه يكون في وجع في منطقة في الجلد الليجنز إنه يكون في جرح في منطقة في الجلد تشينج السكين كلر منطقة هذه لونها حاسه متغير طيب بدك تسأله عاد من وقت إيش وين بالضبط في كمان اماكن اخرى قديش صار لها انا قاعد بحكي هنا ها الانست لوكيشن ديوريشن كاركترستيك طب شكلها التشينج كلر يعني راوند هيك عامل والسيركولر ولا زي بيضاوي ولا مخربش شايفين كله بتطبق كل ايش ما هذا بتطبق عليه هذا الكلام سكين تكتشر ملمس الجلد كيف فوقه خشن اشي في جرح ولا فيش اذا هاي اللي انا بدي الاحظه لما بدي اشوف هذا الهير اصلا احنا حكينا عنه المره اللي فاتت كويس والمره هذه كمان بنكمل بنقول وات تشينج اور بروبلم وذ يور هير ار يو اكسبيرينسينج اي مشاكل صار معك في شعرك في الفتره اللي فاتت وين ديد يو note that changes وقتش بدأت did occur suddenly or gradually بدأت معك يعني بالتدريج ولا شوية شوية has there been a change in your diet in the last few months هل اللي هو صار معك تغيير في الأكل اللي انت بتاكله كنت في الأشهر الأخيرة يعني يمكن يكون التغيير أو المشكلة في الشعر نتيجة الدايت اللي حكيناه في الشابتر كامل تبع الشابتر النيوتريشن بس مش كل مشكلة في الشعر بتكون سببها للنيوتريشن لا باكل وبشرب كويس رغم هيك في تساقط مثلا أو في كذا بكون في مشكلة أخرى النيلز إيش المشكلة اللي صارت عندك when did you first notice وقتيش بدت هذه المشكلة طيب إيش بدي يكون أكتر من هيك أسئلة مش حاسأل المريض بالنسبة للهيستوري ليش لأنه الباقي أنا بدي أستخدم فيه الفحص بدي أستخدم فيه الانسبكشن بدي أطلع وبدي أعمل بالبيشن للسكين بدي أعمل انسبكشن وبالبيشن للسكالب يعني السكالب الفروة الرأس بدي أعمل لها انسبكشن بعيني أطلع هيك وأشوفها مش لما إمك كانت وانت صغير تفليك كانت تشوف فروة رأسك بدك تشوفها أنت وتعمل بالبيت وتحس أنا في مدعدرة أنا في صار إيه انسبكت الفاشيال
بادي هير، الشعر مش بس الواحد عنده شعر في راسه، في شعر في جسمه برضه بدي اعمل له ايش انسبكشن، اطلع عليه اشوف وضعه طبيعي عادي ولا في مشكله، انسبكت اند بالبيت ذا نيلز. كمان بدي امسك اشوف اول شيء النيل وافقدهم، وكمان احسهم اشوف المظهر تبعهم، انسبكت بالبيت السكن ليجونز اذا في جروح بدي اشوفها اطلع عليها اتفحصها وادفع يعني اعملها بالبيشن عن طريق الايش وانا لابس جلافز عن طريق ايدي، انسبكت ليجونز يوزنج ووند لامب، واذا كمان في عندي جروح ممكن استخدم فيها الود لامبس، كمان استخدم الايش الاضاءه. ايش رايكو وقتيش كمان نستخدم السماعه، نستخدم السماعه ونستخدم اللي هو التابينج. اوكي خلينا نشوف كيف بدنا نعمل الاكزامينيشن. اول حاجه بنغسل ايدينا وبنبدا نطلع انسبيك ذا سكين فور جينرال كلر، بطلع على السكين بشوف الكلر تبعه. The skin color should be consist over the body surface with expiction of vascular area such as chills, upper chest and genitalia which may appear pink or have reddish أو purple tone. كل المناطق الجلد المفروض يكون لونها صافي وحلو ما عدا المناطق اللي زي الجينيتاليا والمناطق اللي تحت الأباط، المناطق الخدود تبعت الواحد يكونوا حمر زيادة. المنطقة تبعت الابر تشيست عند الرجال عادة تكون معرضة للشمس. The normal range of skin color varies from white pink to olive tone to deep brown، يعني حسب الوان الناس ممكن يكون يعني زي لون اللي هو طيني خمري، ممكن يكون اغمق ويكون افتح. تمام هذا الابنورمال في الموضوع اني الاقي ايفيدنس اوف لوكال اور سيستماتيك ديزيز، لو لقيت انه في منطقه معينه فيها ابنورماليتي في الكلر ممكن تكون هذه معناها يا اما لوكال ديزيز يا اما سيستماتيك. لوكال ديزيز يعني له علاقه بالسكن، يا اما سيستماتيك يعني هو حاجه سيستماتيك مأثر عليه. اضرب لكم مثال سهل اخليكم تفهموا الموضوع. انا جيت اشوف السكن تبع مريض لقيته كليته اصفر اصفر زي الليمونه، هذا مش طبيعي، فيش بني ادم ربنا خلقه اصفر، هذا بكون سيستماتيك ديزيز عاده اللي بيعمل حاجه هاي اللي احنا ايش بنسميه جونديس. ايش هذا يعني الجونديس؟ يعني اليلو كلر اوف ذا سكن، اللون الاصفر للجسم، هذا عاده بكون علامه مؤشر لايش؟ لانه في مشاكل في الليفر زي الكومون بايل داكت obstruction او الهيباتايتس، او الهيباتايتس في الاكيوت ستيج سواء هيباتايتس اي او بي او سي، بتلاقي المريض صار عنده جونديس يعني السكن تبعه صار لونه اصفر اصفر، هذا سيستماتيك. اللوكال انه انت تشوف واحد عنده ايش هايبو بيجمنتيشن، منطقه هيك في جسمه فيها اللون يعني كل جسمه فيه سمار، او يعني لونه مثلا هو قمحي غامق، لكن المنطقه هذه تكون بيضه بيضه، اللي بنسميه ايش البنزم، اللي هي a complete absence of pigmentation. Bare white skin tone is noted over the entire body surface، بتلاقي المنطقه بيل وايت و ما فيش فيها اي صبغه، هذا معناها انه الميلانين فيها فيش زيرو. لما زيد الميلانين فيها انكريز من الانديبوزيشن بتصير المنطقه ايش اسمها هايبر بيجمنتيشن، بتلاقيها كل جسمه بني ما عدا هذه المنطقه جايه ايش لونها اغمق، اللي بسموها عندنا الناس بيقول لك والله هذه شكلها وحمه. طبعا في حاجات غير الوحمات اللي هي شمات وإشي حنشوفهم بالتفصيل. الكومون ابنورمال فايندنجز، الحاجات اللي كتير اللي احنا ممكن نلاقيها في الجلد ونعتبرها ابنورمال، السانوسز الاقي فيه زرقاق، الزرقاق هذا علامه من علامات انه عدم وصول الدم، علامه من علامات البرد، يمكن انت هذا المنطقه هذا بردانه برد شديد، علامه من علامات قله الاكسجين وهي الاهم، قله الاكسجين. ايكوموسز، الايكوموسز اللي هي الدارك ريد اللي هي
التطبيعات اللي بتكون بعد ما الواحد يكون له هواية مثلا يوقع ينخبط، بتلاقي المنطقة هذه بتصير فيها رضة وبصير فيها هو في الحقيقة نزيف بصير تحت الجلد، فبروح بطبع وبعمل علامة. الانفيميا اللي هي ريدج تون وذ ايفيدنس اوف انكريز سكين تمبريتشر، تلاقي منطقة لونها احمر احمر و درجة حرارتها تلاقيها يعني سخنة عن باقي الجلد. جوندس اللي حكيت لكم عنه مثال توي، اللي هو مش بس بكون في الـ في الـ في الـ في السكين، كمان بكون في السكليرا. تمام، وقت ال ال الهيباتايتس ما بيصير كل الجسم بيصير أصفر بما فيه اللي هو السكين والسكليرا. كمان ممكن يكون المريض اللي هو بيلور، يعني شكله بالور. تمام، لما بكون مريض شكله بالور يعني بكون بيلي سكين كالر وشكله ابيض، يعني هو بير وايت. ايش يعني؟ يعني كأنه فيش فيه دم، يعني دم والهيموجلوبين بكون ايش منخفض، يعني بكون الهيموجلوبين عنده لو. تمام، فبيبين وجهه شاحب بنسميه. طبعا هذا مشكلة اني اشوفها في الناس السمران، يعني بيكون اسمر، كيف بدي اعرفه انه هو شاحب؟ فعشان هيك بدي زي كمان السيانوسس، كيف بدي اعرفه في الناس اللي هم دارك سكين كالر؟ فهذول بروح انا بركز على الكونجكتايفا اوف ذا اي، بروح اشوف الكونجكتايفا تبعت العين، بطلع على الميوكس ميمبرين، بطلع على النيل بيدز عند الناس هذول عشان اقدر اعرفه. لان واحد البشره تبعته داكنه صار اسمر اسمر، كيف بدي اعرف انه فيها ازرقاق سينوسز؟ مش حيبين فيه لانه لونه غامق، لكن في النيل بيدز ببين الزرق تبعه اذا هو عنده ازرقاق. في الكونجكتايفا ببين، في الميوكس من بين تم وشفايفه ببين. تمام، كمان اللي هو الناس اللي السمر هذولا لما بكون بيل هتلاقيه انه هو ايش صار، يعني المفروض انه هو اسمر، قلة الدم الموجودة في جسمه هتخليه السمار تبعه يخف، فبيبين كأنه ايش appear Asian، اللي هو بتلاقيه يعني كأنه فتح. تمام، لونه هيك صار فاتح. البيتيشيا اللي هو الليجونز اللي appear as small reddish purple pinpoints. يعني ايش البيتيشيا؟ بتلاقي انت واحد مثلا خلينا يعني نحكي انه في ستات اوقات بكون في عندهم دوالي مثلا، او بكون مثلا ماخذ له هواية هيك صغيرة في منطقة معينة، بعد شوية بتيجي بتلاقي مكان اللي هو في نقط زرقة، نقط 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 زرقة، نقط بس، هذه بسموها بيتيشيا. تمام، زرقة او اللي هو بسموه اللون البنفسجي. كويس، هذه بتختلف عن الإيكوموس، لأن الإيكوموس تكون حجمها أكبر، بقع 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 مش نقط نقط نقط. أها، الراش اللي هي maybe visualized and filled with light palpation، ممكن يكون في سكين راش بس أنت مش يعني بتتحسه هيك، فتقدر لون حمار، وكمان هي طالع برضو عن اللي هو سطح السكين، يعني بتلاقي إنه في انتباه بسيط مع الحمار اللي موجود. السكار اللي هي الندب اللي بتكون على الجروح بسموها اللي هي سكار لاين، يعني اللي هو خط الندبة اللي بكون زي اللونه هيك على بني اللي انتو بتشوفوه اللي لما بنجرح الواحد، او بيبدأ يطلع الخلايا هذه اللي اسمها الكيلاي تيشو، اللي هي بتكون مش زي الجلد طرية، لا بتضلها سميكة. تمام، طيب بعد ما شفنا الكومون ابنورماليتيز فايندينج في السكين، كيف بدي انا اعمل اللي هو التست للسكين بالانسبكشن؟ اول حاجه بتطلع بعيني، almost all healthy individuals have natural variation in skin pigmentation، يعني ممكن يكون واحد طبيعي تلاقي في عنده منطقه هان ولا هان يكون فيها شويه اللي هو
اختلاف وتباين في اللي هو البيجمنتيشن. A common intentional localized variation in skin color is a tattoo. في ناس بتعمل، هي بتعمل الفاريشن هذا في السكين كلر، بروح بعمل تاتو اللي هو الوشم، تمام، هو فبتلاقي المنطقه دي قام قاعد عنده المنطقه فاتحه، اها هذا انتنشن. نورمال لوكالايز فاريشن اوف ذا سكين بيجمنتيشن انكلود ذا فولوينج، ايش بيكون في بيجمنتد نيفي اللي هي المولز اللي هي الشمات، ممكن تلاقي هنا يعني منطقه فيها ايش المولز اللي هي الشامه زي ما حكينا، ممكن يكون في فريكلز، ممكن يكون في باتش، ممكن يكون استراتا. الباتش يعني طبعة هيك مطبعة، الاستراتا اللي هي الخطوط اللي بتكون يعني جسمه، مثلا واحد بكون ناصح بضعف شوي بتلاقي جسمه صار فيه خطوط، تمام. الستات الحوامل عشان بطنها بكبر 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 كتير، فبصير من عندها اللي هو استراتا جرافيدارم اللي هو الخطوط تبعون الحمل، تمام. الفريكلز اللي هي النقط اللي بتصير، اظن مش بسموها بقول لك هذه حسنه، عندنا هي اللي بيجمنتيشن هي بصراحه. فالاب نورمال هذا نورمال، هذا كثير كل الناس زي هيك. الاب نورمال انه يكون في عندي ميلانوما، the nurse should be familiar with abnormal characteristics of pigmented moles that might point a melanoma. اذا كانت هذه الشامه او المولز هي عباره عن تجمع اللي هو ميلانوما بسموه، فانت بدك تكون بتقدر تميزها. كيف حنشوف هالقد صور؟ مولز located below the waist or on the scalp of or breast are rarely normal moles. Are rarely عادة الشمات هذولا يعني بيطلعوا مثلا في الوجه، في الايد، يعني في الجزء اللي هو ايش في الجسم، لكن اللي بيطلعوا تحت الخصر في الرجلين في ممكن يكونوا مش طبيعيين. اللي بيطلعوا في السكالب فروة الرأس، شامة فروة الرأس، ممكن تكون هيمانجوما، ممكن تكون ميلانوما. اللي في البريست عادة أو يعني نادرا ما إنها تكون طبيعية، هي المقصود، نادرا ما إنها تكون طبيعية، فبالتالي ممكن جدا تكون غير طبيعية، تمام. عشان هيك إيش العلامات تبعت الميلانوما؟ أول حاجة إنها asymmetry، ممكن نستخدم الـ A B C D E F عشان يعني نتذكرهم. الـ A قال لك asymmetry، شكلها لا هو راوند ولا هو اوفل، لا شكلها مخربش، الشامة شكلها ما لها الشكل يعني حلو، شكلها مخربش. الـ B border poorly defined or irregular border، البوردر تبعتها الحدود تبعتها برضو مجعدة، مش انها firm هيك وناعمة. الـ color تبعها uneven variegated، ايش يعني؟ يعني اللون تبعها مش حلو، يعني يكون لونه اسود، ممكن يكون هلقيت حنشوف فيها شعر. الدايميتر تبعها كبير، ما تلاقيهاش صغنونه هيك وشكلها لطيف، لا بتلاقيها كبيره دفشه اكثر من 6 ملي. الاي تبعتها الاليفيشن، يعني بتلاقي انه لو حسيتها انت تلاقيها طالعه عن سطح الجلد، مش نفس ماخذه سطح الجلد بس لون، لا هي كمان عامله يعني بتحس انه في اشي بارز. الفيلينج تبعتها بتلاقيها من وقت للتاني بيقول لك مش عارف اوقات بتصير تاكلني هذه. اذا اجتمعت هذه الصفات في اللي هو شامه، اعرف ان الشامه هذه مش طبيعيه ويفضل استئصالها. اذا اجتمعت الصفات هذه، كان فيها شعور بالحكه من وقت للتاني، كانت مرتفعه عن سطح الجلد، الدايميتر تبعها كان كبير، لونها كان مش حلو، البوردر تبعها الاحفاف تبعتها كانت اللي هي الريجولار، وكان شكلها غير متماثل وغير منتظم. البالبيتيشن، لما بنعمل بالبيشن، لما بنعمل بالبيت ذا سكين، بنعمل بالبيشن للسكين، بدي اشوف التكستشر تبعه، شوف يعني القوام تبعه، بدي اشوف التمبريتشر تبعته، الحراره تبعته، بدي اشوف المويستشر تبعه، الرطوبه تبعته، والموبيليتي والتاجر قديش يعني ليونه، قال لين ولا كيف بتحال حركه، والثيكنس
ميل ثين. نبدا بالتكستشر. ايش يعني التكستشر؟ قال لك ذا سكين شود بي سموث، الملمس تبعه يكون ناعم سوفت طري اند انتاكت وذ ان ايفن سيرفيس. تمام. اكسبكتد فاريشن انكلود اللي هو انكلود اللي هو كالوسيس اوفر ذا هاندز فيت البو اند نيز. يعني ممكن يكون شوية اللي هو تكلسات اللي هي الكالوسيس اوفر ذا هاندز، يعني تشوفوا احنا القشف هذا فوق ايدينا قشف، الفيت اللي هم الاقدام من تحت من الكعب، الالبوز اللي كلها هيدنا ممكن نلاقي انه الالبو اللي هو الكوع والني الركب، نلاقي فيهم شويه خشونه شويه التقشف هذا القشف هذا. هذا طبيعي، هذا ما تقولش انه الله هذا ممكن يكون زايد عند ناس اقل عنده عند ناس. طبعا هذا لانه هذه مناطق ما فيش تحتها دهون كتير، فبالتالي التغذيه تبعت اللي هو السكن من ناحيه الخلايا الدهنيه بتكون قليله، فبالتالي بنشف. عشان هيك الحل بكون بالمرطبات الخارجيه، دهن زيت زيتون، دهن زيت قروع، دهن كريم اللي بدك اياه. هذا نورمال. الاب نورمال عاد اكسسيف دراينس اللي تو انا بحكي، لا هذا كل جسمه مقشف، فليكينج كريكينج اور سكيلينج اوف ذا سكين مي اوكير سكندري تو انفايرومنتال كونديشن اور مي بي ساين اوف systematic disease or nutritional deficiency. لو واحد بياكلش هتلاقي جسمه كليته بقشر وناشف. لو واحد مثلا في مكان بارد كتير، البرد الكتير بيعمل قشف في الجلد وبصير systematic في كل الجسم مش بس في الكوع وفي الايدين وفي هذا. الناس اللي عندها نقص في فيتامين A ونقص في فيتامين E بتلاقي برضو عندهم اللي هو هذا الكلام بشكل كبير، وجلده مقشف وحاله بده تليين. هذا التكستشر. هل قلت بدنا نحكي في التمبريتشر؟ شايفين التمبريتشر صارت فوق باللون الاحمر، ماخدين بالكم؟ تمام. تمبريتشر، التمبريتشر تبعت السكن المفروض تكون اللي هي في طبيعيه. يعني عشان انا اخذ التمبريتشر اول حاجه بنحكي ان انا باخذها بالدورسال اسبيكت اوف يور هاند، بقفل ايد مش باللي هو براحه اليد، لا بقفاها، بحس حراره حدا بحط قفا ايدي عليه. The skin should be warm. The skin temperature should be consistent for the entire body with expectation of the hands and feet which may be color which may be colored. يعني لما اجي انا بدي احس واحد باجي بحس جلده، بتوقع انه ايديه واطراف رجليه يكونوا اسقع، مش مشكله تمام، لانهم اطراف كل ما بعدنا عن المركزيه بزيد بقل وصول الدم ممكن يكونوا اسقع. بقيس بطرف بالدورسال يعني بارت من الهاند اللي هو قفا الايد تمام. وهذا هي النورمال. لكن الاب نورمال اني الاقيه بارد كتير كل جسمه مش بس اطرافه. generalized cool or cold skin is an abnormal finding and may be associated with shock or hypothermia. معناه انه عنده نقص في درجة الحرارة، يمكن شوك، يمكن فيش دم واصل، يمكن باقي بجو بارد، يمكن بيشتغل بتلاجة الناس بيشتغلوا بتلاجة فواكه وبصريش وجاي لك تعبان، معناه انه هو مأثر عليه هايبوثيرميا. الهايبوثيرميا بتعمل سيفير فازو كونستريكشن ممكن تموت. هوت سكين، طب لو بالعكس كل ما وين ما احس بلاقي سخون، معنى انه عنده هايبرثيرميا يعني عنده فيفر، يعني عنده مشكله في الميتابوليزم بيكون ها انكريز، زي مثلا تبع الهايبرثايرويديزم بتلاقي الميتابوليك ريت عندهم عالي، فعامله له هذا الكلام ايش هايبرثيرميا. تمام. المويتشر الرطوبة تبعت الجلد، the skin is normally dry، المفروض انه يكون جاف ناشف، لكن لو انا لقيته wet يعني كيف wet يعني عليه مية، يعني متعرق diaphoresis بشكل excessive sweating بنسميه diaphoresis، معناه انه المريض ده عنده مشكلة. انت المفروض هنا قاعدين احنا انا عادي ما بكونش يعني بصب عرق، والله اذا انا في الدنيا شوب وفي مجهود وبعمل حاجه وقاعد جبهتي بتعرق وبتصير ايش، ممكن هذا الكلام يصير بشكل محدود. تمام.
إذن الديافوريسيز أو الإكسس بسفيتينج هذا أبنورمال فايندينج. في ناس كتير بتلاقيهم وأنت قاعد معها بتلاقي كفات إيديه لحالهم بيعرف هذا عنده مشكلة، هذا أبنورمال. أنا وأنا بعمل إكزامينيشن للمريض بعرف إنه هذا في عنده أبنورمال فايندينج، قاعد عنده مشكلة في ال الجلانس اللي هي السويتي جلانس اللي في كفوف الايدين، وهذه المشكله بتكون كرونيك. طبعا اكيد مر عليكم حالات زي هيك، في ناس بيعرفوا تكتب وبحطوا بشكير وبحطوا ورقه وبحطوا عشان يقدر يكتب، لانه دي بكونوا بهرهر اللي هو عرق. تمام. اذا الاصل ان انا الاقي، اذا انا مش مفروض اعتبر انه هذه حاجه طبيعيه، بس انا هنا بعالجش، انا قاعد بكتشف ايش الطبيعي وايش مش طبيعي عشان انا اعمل داتا كوليكشن عن المريض زي ما اخذنا في اول الفصل، انه انا قاعد بدي اعمل له كومبرهنسيف اكزامينشن بدي ادخله الجسم. فبعد الهيستوري واللي تعلمناه كله بدي افحص كل جزء بجزءه. فجيت للسكن اكتشفت ان المشكله هذه بكتبها. تمام. عشان لما انا بدي اشوف مثلا المريض سخن ولا حاجه، ما اجيش اشوف مثلا ايديه بيعرقوا اقول لا والله ايديه كانت، لا هو من اصلا ايديه بيعرقوا. بتفرق لما يكون انا مكتوب انه اصلا طول عمره هو هيك ايديه بيعرقوا. تمام. مش انا افكر انه انا اكتشفت شيء جديد. فعشان هيك مهم انه انا من الاول احدد اذا كان هو السكين تبعه دراي ولا في هو عنده اصلا ديافوريز زياده عن اللزوم، او في منطقه معينه، او هو لا بس هاليومين انا مش عارف بعرق بشكل طبيعي مش طبيعي كتير يا جماعة. بس العرق هذا والنايت سويت مثلا بالذات، واحد بقول لك بعرق كتير بالليل بالليل بالذات، ممكن يكون لحالها انديكيتور تخلينا اشخص مريض زي مثلا المرضى اللي يكون عندهم تي بي. اهم العلامات المميزة لهم النايت سويت. تصوروا بيقول لك بالليل بقوم بحس حالي بقول واحد كابب علي سطح المية بعرق كتير يعني. اها. اذا هذا ممكن يكون ريفليكشن لزياده درجه الحراره الديافوريسيس بحد ذاتها. ممكن تقول له انه هذا زي ما قلت عنده تي بي، ممكن تقول لك انه هذا كان سخن وهلقيت بدا يبرد. ما تقول ليش ما كنتش سخن، لا هايبرثيرميا انت كنت، لانه الجسم بيضطر يعمل اللي هو تعرق عشان يقلل درجه الحراره. اها. انا انكزايتي بين شوك، يمكن واحد عنده وجع عشان يقعد بارك مصدوم عنده ألم. excessive motor skills even with metabolic condition or hyperthyroidism. الموبيليتي والتيرجر تبعت السكن، كيف الحركة تبعت الجلد والتيرجر تبعته، يعني اللي هي بيسموها يعني قديش طري. تمام. السكن موبيليتي وتأسست by picking up and slightly pinch the skin on the forearm and under the clavicle. يعني انت بتروح بتمسكه زي هيك وبترفع ايش زي ما هم ماشيين في 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 بين الاصبعين هيك من مناطق معينه زي مثلا منطقه الفور ار منطقه. تمام. المفروض انه يكون الياستيك، يكون طري هيك وبمط يعني معك. لكن لما بكون مثلا الحاجات الاب نورمال اني الاقيه بور سكين تيرجور، طلع كيف مجعد يعني. معناه فيش تيرجور، مش معبى ميه تبعته. اذا هذا علامات دي هيدريشن. لما يكون نفوخ نفخ، علامات اديما منفوخ، بتيجي انت بتقص عليه باصبعها بتلاقي حاجه اسمها بيتنج اديما او نان بيتنج اديما. بيتنج اديما يعني بتضغط في اصبعك مثلا بتغور ايدك كانك عملت جوره، او نان بيتنج بتضغط بتلاقي ايش طلعت لك. تمام. هذا الحاجات الابنورمال. ممكن كمان نلاقي اللي هو الثيكنس تبع السكن، نفحص المفروض ان الجلد يكون ناعم ومش ثيك مش غليظ، صح؟ لكن لو انا لقيته انه والله في منطقه معينه اللي هو فيه يعني اللي هو تكلس او ايش بسموه هذا ال مش نسيت اسمه اللي هو الكلس، هذا نسيت اسمه بالعربي الكلس، هذا اللي هو هنا في الصورة هذه، هذا اسمه زي القشف برضه أو الله يجيب اسمه. المهم اللي بكون في مناطق في بالذات عند الأصبع هنا بالكعب برضه بكون في زي هيك، بصير جلد
متيبس هيك، اللي بسموه الكلس هذا، تمام، او القشف، زي القشف هو. فهذا بكون من الحاجات الأبنور ما نكون احنا فقدناها. طب وايش ما كل الناس زي هيك؟ لا يا حبيبي، هذا لو انت في عندك مريض سكر الوضع تبعه زي هيك، يعني بكره بصير دايابيتك فوت، يعني موضوع خطير. ايوه، مش موضوع بسيط انه يكون واحد. طب وايش الحل؟ هذه الحل انه بدها تنحط الرجلين بميه دافيه، وانا اروح انحت هذا هيك بايدي شوي بشويش بشويش بشويش، او بحاجه خشنه شويه، شويه، لما تروح كل الحاجات هذه، وبعدين اصير البسه، او بعد قبليها اصير ادهن له اللي هو حاجه كريم مرطب، وبعديها ممكن اصير البسه مثلا اللي هو ستوك او جرابين، يعني علشان احافظ على رطوبه الجلد وتضلها هذه المناطق طريه، ما ترجعش تصير فيها كالس فورميشن. تمام، الله اكبر الله اكبر. هذه هي الحاجات اللي كنا بنحكي عنها بالنسبه للثيكنس. كمان انا ممكن اجي افحص السكالب والهير تبع المريض بعد ما خلصت من السكن. السكالب المفروض انه يكون باجي بمسك راس المريض، بحط ايدي هيك في راسه، ببدا احس من الامام وباصبع الابهام هذا، برضه بقى افحص الحاجات اللي في الخلف، وبحرك بحيث اني اشوف اذا كان في عنده اللي هو في السكالب مثلا اي ابنورمالتي، زي ما مثلا اني الاقي في عنده مثلا منطقة فيها صلع، منطقة فيها إديمة، حاجة هيك عنده مدعدرة زي ما احنا بنسميها، منطقة فيها مدعدرة، يعني ماخذ التروما، ماخذ يمكن تيومر هذه، بتطلع على شكل الشعر، الشعر هل هو يعني في علامات نقص تغذية زي ما أخذنا، ولا في علامات ألوبيشيا، في علامات صلع قاعد بوقع في منطقة معينة، يمكن علشان النيوتريشن، يمكن علشان بأخذ دواء، يمكن علشان بدي أسأله عشان أعرف. تمام، فهذا اللي هو تفقيد الشعر والسكالب، فروة الرأس. تمام، كمان مش بس الشعر اللي في اللي في الرأس بنشوفه، كمان الشعر اللي في الجسم كمان بفقده. إذا في عنده رجلك، ليش هذه رجلك فيش فيها شعر؟ والله مش صار لي شهرين بس زي قبل كنت كويس. بقاعد بفقد شعر من مناطق معينة في البادي، يمكن نتيجة خلل هرموني، يمكن نتيجة ستريس، يمكن نتيجة ميلي نيوتريشن. أشوف كمان اللي هو الحواجب تبعت المريض، ممكن تكون الحواجب هي برضو فاقدة لشوية من الشعر، وهذا برضو بده ملاحظة. كمان بدي أطلع أعمل إنسبكشن للأظافر. أخذنا الكولينو كوليونيك نيكياس، اللي هو هذه كلمة يونانية على فكرة، اللي هي انه يكون شكله سبون نيل، عامل زي المعلق، بدل ما هو نازل فيرم ونازل لتحت، لا عامل جابب لفوق. تمام، طبعا هذه من علامات انه هذا المريض في عنده مشكلة في الفينجرز، ومشكلة في النيل بالذات، عفوا، مشكلة في النيل، وهذه عادة ممكن تكون مصاحبة لنقص التغذية. ممكن نلاقي حاجات تانية في النيل غير اللي شفناها، اني الاقي انه مثلا في عند المريض اليوكونيكيا، اللي هي اليوكونيكيا زي ما شفت شايفين خطوط البيضة هذه، كثير في ناس بيصير عندهم خطوط البيضة هذه، هذه ممكن تكون برضو نتيجة خبطات بتصير مع البني آدم، المفروض انه تكون ما فيش فيها خطوط بيضة، او نتيجة اوقات نقص التغذية بيعمل الحاجات هذه، اوقات بكون في، بس افرجيكم نوع ثاني، نوع ثاني من الخطوط هذا بسموها بوز لاين، او اللي هو عن كلمه فرنسيه هذه بيوز لاين، اللي هي بكون خط، بس ايش، بس ميزه الخط انه بكون يعني شكله كيرفد، شكله كيرفد، وكمان انه ممكن يكون عامل شويه ديبريشن. فهذه زي ما حكيت انه ممكن يكون في يعني ديبريشن كمان، يعني السطح تبعها، الملمس تبعها يكون مش ايش، مش سوفت ومش ناعم، يعني تيجي تحط ايدك انت وتحس تلاقيها نازله لتحت شويه. هذه برضه من الحاجات الغير
طبيعيه. في حاجه مهمه اسمها الكلابينج فينجر. الكلابينج فينجر زي ما انتم شايفين هذه الكلابينج فينجر، انه الاصل البني ادم الطبيعي لو حطيت الاصبعين تبعونه بالشكل هذا الاقي هنا في فراغ. الكلابينج فينجر لو حطيت الاصبعين تبعونه زي هيك بتلاقي فيش فراغ، والاظافر زي ما انتم شايفين متباعده عن بعض، هنا ملزقين في بعض، هنا هو بقدرش يلزقهم، لو لزقهم في بعض بصير هنا عامل زي الثمانيه. ليش؟ لانه شكل الاصبع بكون عامل زي هيك. هذا وين بنلاقيه؟ بنلاقيه مع الناس اللي عندها نقص اكسجين. كل ما انا اول ما اشوف مريض واطلع الاقي في عنده كلابينج فينجر بعرف انه هذا المريض يمكن ازماتيك، يمكن برونكياكتسيز، يمكن سي او بي دي، بكون عنده نقص اكسجين صار له سنوات وصار عنده هذا الشكل من الفينجرز. في حاجه اسمها النيل بيتنج، الاصابع اللي بتلاقيها، الاظافر اللي بتلاقيها هيك مخزقه، نقط فيها نقط 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 كانها مخزقه، هذا برضه من الحاجات اللي اب نورمال، ولكن هذه الحاجه ممكن جدا تكون موجوده عند كثير ناس نورمال يعني طبيعيين بس عندهم الحاجه هذه. أو ممكن تصير من فتره للتانيه نتيجه اختلاف الغذاء، اختلال يعني شغل معين. تمام، طبعا احنا بدنا نشوف السكين يا جماعه برضو اذا كان في عنده برايمري ليجون او سكندري ليجون، هذا هنشوفه مع بعض في المحاضره القادمه.